بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا لطيف الصنع، يا دائم اللطف، يا نافس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضيا بالحق. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار. يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا رقيبا لا ينام، يا قائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار. وأسألك بأسمائك يا واحد يا واجد يا شاهد يا ماجد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع يا هادي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أحكم من كل حكيم، يا أعلم من كل عليم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، يا ألطف من كل لطيف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار. يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزته عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار. يا من هو كل شيء خاضع له، يا من هو كل شيء كائن له، يا من هو كل شيء موجود له، يا من هو كل شيء منيب له، يا من هو كل شيء خائف منه، يا من هو كل شيء مسبح له، يا من هو كل شيء قائم به، يا من هو كل شيء خاشع له، يا من هو كل شيء صائر إليه، يا من هو كل شيء هالك إلا وجهه.
سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار وأسألك بأسمائك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا علي يا داعي يا راضي يا قاضي يا باقي يا هادي سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا ملجأ إلا إليه يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا منجا إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا يعبد إلا إياه يا من لا يستعان إلا منه يا من لا حول ولا قوة إلا به سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المرغوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المنزلين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو خلق فسوى يا من هو قدر فهدى يا من هو يكشف البلوى يا من هو يسمع النجوى يا من هو ينقذ الغرقى يا من هو ينجي الهلكى يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.